مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله رح نصمم إعلان لملابس باستخدام برنامج البيكس آرت. في البداية رح ندخل على البرنامج ورح نختار خلفية بيضاء، وبعدين رح نروح لأداة رسم ونختار الفرشاة. رح نرسم كذا مربع، فرح نختار لون معين وناخد منه الدرجة الفاتحة والدرجة الغامقة، ورح نبدأ بالدرجة الفاتحة. ورح نروح على شكل ونختار مربع ممتلئ. رح نرسم أول مربع ونحطه بهاي الجهة، وبعدين رح نروح على لون ونختار الدرجة الغامقة من هذا اللون ونرسم فيه مربع تاني. ورح أحط المربع بالجهة اليسار، ورح أخلي بنفس طول المربع الأول. المربع الغامق رح أحتاجه كإطار للإعلان، فبس أضبط وضعه رح أرجع على لون ورح أختار الدرجة الفاتحة وأرسم مربع تاني فوق المربع الأول. رح نرسم مربع فاتح ونحطه فوق المربعين الغامق والفاتح، ورح نرفعه لفوق بحيث اني اخفي المربع الغامق واخلي بس خط رفيع ظاهر منه. وبنفس الطريقة رح نروح على لون ونختار اللون الابيض وأحطه على المربع الغامق وأخلي بس خط رفيع من فوق ومن الجنب هو يلي ظاهر من المربع الغامق. ورح أرجع على لون وأختار اللون الفاتح ورح أعمل مربع صغير أسفل يسار الإعلان. ورح نرجع على اللون الغامق مرة تانية ونعمل مربع صغير أسفل يمين الإعلان. ورح نخلي بنفس ارتفاع المربع يلي قباله، ورح نختار لون أبيض ونعمل مربع فوق المربع الغامق بحيث اني اخلي بس خط رفيع من المربع الغامق من اليمين ومن تحت هو يلي ظاهر. ورح اروح على اضافة صورة واضيف الصورة الرئيسية لهذا الاعلان، ورح احطها بيسار الاعلان. ورح أرجع على اللون أختار اللون الأسود وأروح على شكل وأختار مربع فارغ، ورح أخلي حجمه 13 وأعمل إطار لصورة الإعلان. وبعدين رح أختار اللون الأسود ورح أعمل مستطيل أسود، وبعدين رح أختار لون تاني يكون قريب على الألوان اللي استخدمتها في الإعلان ورح أعمل مستطيل فوق المستطيل الأسود. بظبط وضعية المستطيل وبحفظ التغييرات يلي عملتها، وبعدين بنروح على إضافة صورة ورح نضيف الشعار تبع الجهة أو البراند يلي معمول له الإعلان، وبعدين بنروح على دمج ورح أختار واحدة من الخيارات
مشان أتخلص من خلفية الشعار أنا هان اخترت الخيار الثالث، ورح أصغر حجم الشعار وأضبطه بيسار الإعلان. وبعدين رح نروح على إضافة نص ورح نكتب كلمة discount. رح نكتب كل حرف بسطر لوحده ونخلي الكلمة بشكل عمودي. ورح أكبر حجم الكلمة وأخليها على المربع الفاتح. بقدر أعدل على نوع الخط وعلى سمكه. ومن خاصية سطر رح أعدل على سمك الخط وأخلي 45، وبختار اللون الأبيض. ورح نرجع مرة تانية على إضافة نص ورح نكتب عنوان الموقع الإلكتروني. ورح أخلي الخط باللون الأبيض ورح أعدل على نوع الخط. ورح أسحب الخط على هذا المربع ورح أعدل على سمك الخط وأخلي 39. ورح أضبط وضعية وحجم الخط. ورح نرجع على إضافة نص ونكتب عبارة تسويقية. رح نكتب save up to ورح نخليها بنفس لون المربع الغامق. وبعدين رح نرجع على إضافة نص ورح نكتب 50%. وكمان رح نخليها بنفس لون المربع الغامق. ورح نزيد السمك تبع 50%. وبنخلي لون السمك بنفس لون الخط. وبعدين رح نعدل على حجم الخطين. ورح نحفظ التغييرات يلي عملناها. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وبنشوفكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله.